صوت من هذا الذي يتلى بالقرآن من بعد العشاء إلى الفجر؟ قال هذا صوت أختي تتلو القرآن كل ليلة على هذه الحال. قلت له أنت أولى من أختك بهذا، فأنت شاب وقوي وتعرف كذا وكذا وكذا. قال يا أخي، هذا موطن الشاهد يا إخوة، وهنا المحك الحقيقي، وهنا تعرف من أنت. قال يا أخي، أما علمت أن الناس صنفان، صنفان موفق ومخذول. الناس في هذه الدنيا موفق ومخذول. أنا وأنت أحد هذين الصنفين، إما أن نكون موفقين وإما أن نكون مخذولين والعياذ بالله تعالى. خذ مثالا على هذا، لماذا تجد في البيت اثنين من الشباب أحدهما يصلي وحريصا على الصلاة والآخر لا يعرف طريقا إلى المسجد؟ لماذا هذا يصلي وهذا لا يصلي؟ لماذا عندما يدعو الله عز وجل للصدقة تجد اليد تدخل إلى الجيب وتختار أفضل المال؟ لأنك تتعامل مع الله، ليس مع الجمعية ولا مع الشركة ولا مع أحد، تتعامل مع الذي يكافئك على كل هلالة تلقاها عنده سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. لماذا شخص آخر يدعى إلى الصدقة من سنين ومع هذا تجده محجم، يده لا تكاد تخرج إلا أقل الهللات والريالات؟ القضية ليست غنى وفقر، لا يا إخواني، توفيق وخذلان. اثنين في البيت، أحدهما يا إخوان الكرام بار بوالديه ونفس الراتب، والثاني يملك نفس الراتب، ومع هذا تتمنى أمه 50 ريالا لشحن جوالها لكنه غير موفق. القضية توفيق وخذلان. لماذا يا إخواني بعض الناس لا تفوتهم السنة الراتبة على مدار السنة كاملة، وأناس آخرون لا يفكرون في هذا، إذا ما انتهت الصلاة وانقضت خرجوا مباشرة من المسجد. لماذا بعض الناس أيها الإخوة التراويح يصلون الوتر، ثم إذا انقضى شهر رمضان لا يعرفون للوتر طريقا؟ توفيق وخذلان. لماذا أيها الإخوة بعض الناس يختم في هذا الشهر ختمات كثيرة وآخرون لا يزالون يراوحون بين سورة البقرة وآل عمران؟ لماذا؟ أعرف رجلا في الرياض من عائلة العجاجي، عمره 80 سنة، يختم في كل يوم ختمة وعشرة أجزاء، كل يوم ختمة وعشرة أجزاء. أنا لا أحدثكم بأشياء من القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، أحدثكم بما رأيت أيها الإخوة. ختمة وعشرة أجزاء لرجل عمره 80 سنة، لنقل لدينا أعمال، لدينا وظائف مرتبطون بها، ولكن يبقى التوفيق أيها الإخوة. قراءة جزء لا يتجاوز نصف ساعة، الموفق يسهل الله عز وجل عليه ذلك، والمخذول